يقول: قلنا أن حديث عبد الله بن مسعود ضعيف، الله يحفظك، والسبحة جائزة ولا مانع منها، والقصد منها له اعتبار. أعرف أن المعاصرين أكثرهم يمنعون من السبحة، لكن لا دليل في المنع على السبحة، لا دليل أبدا. والحديث الذي حسنه بعضهم عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث ضعيف، فأرى جواز التسبيح على السبحة. بارك الله فيك.